أهلا بكم من جديد. توفي المخرج المسرحي الرائد محمد الشنفري الذي يعتبر من مؤسسي فن المسرح العماني وكان من أهم الفنانين الذين ساهموا في نهضة المسرح في عمان. أشرف الشنفري رحمه الله على إنشاء مسرح الشباب بمسقط عام 1980 وساهم في الكثير من الأعمال المسرحية أبرزها مسرحية الوطن والطير المهاجر والراية والطوي، كما أخرج عدة مسرحيات منها مسرحية المهر وغريب، كما قام بتأليف وإخراج عدد من المسرحيات مثل مسرحية الفأر ومليونير بالوهم والفارس، وتتلمذ على يديه العديد من الفنانين العمانيين.